من 5 6 سنين لما كانوا يتكلموا على الـ AI أو الذكاء الاصطناعي، كانوا بيحاولوا بقدر إمكان، أو في ناس كتير أو وظائف كتير أو مهن كتير تقول لأ هو ده ما يقدرش يشتغل الشغلانة بتاعتنا، ما يقدرش يعمل اللي احنا بنعمله. ما نيجي للطب في أشياء كثيرة ممكن تتخيلها أن الذكاء الاصطناعي يعملها، ولكن في جزء دقيق جدا زي أمراض القلب، الدعامات، الإخفاق بتاع القلب، ضعف القلب، كل ده الناس ما تتخيلش أن ممكن الذكاء الاصطناعي يبقى ليه دور فيه. إيه الدور اللي موجود الآن مش في المستقبل؟ يعني الفقرة دي احنا مش بنتكلم على شيء خيالي هنشوفه، لا، الآن كيف يتم استخدام هذا الأمر. الدكتور صلاح عامر استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بمدينة ميامي بولاية فلوريدا، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو، سعيد أن أكون معك. سعداء أن عندنا حد في مكان بارز زي ده، في تخصص دقيق زي ده، ويكون مصري، سعداء جدا يعني. شكرا. ايه الجديد في هذا الامر؟ قبل ما ابتدي مع حضرتك لازم نركز، امراض القلب دي من اهم الامراض، لان هارت ديزيز زي ما حضرتك عارف از نمبر 1 كوز اوف مورتاليتي، سواء كان في الرجل السبب الرئيسي للوفاة. وفي اعتقاد خاطئ، السيدات تعتقد ان بريست كانسر از مور a common cause of mortality than heart attack, but actually it's the opposite. Heart attack في الرجل أو في الست، الأزمة القلبية بتموت أكتر من سرطان الثدي. بالضبط. ف من هنا بيبتدي الوعي إزاي نمنع حدوث تصلب شرايين وأمراض القلب. وعايز أركز على نقطة مهمة قوي، إن لما نقول قلب نقول القلب والأوعية الدموية، لان كتير قوي يجي بيشنت عندي واقول له حد في عيلتك عنده قلب، لا، وبعدين يكتشف ان والده مات من ستروك، فسواء كان تصلب شرايين في الكورونري او واحد اللي هي كلهم شايفين هنا الكورونري ارتز، او في الكاروتيد از ذا سيم بروسيس، الديزيز بينتج في الاندوثيليوم لايننج اوف اول، لو الشرايين اتسدت زي الازمه. هي مهم قوي ان احنا نحافظ على الاندوثيليوم، هو الغشاء المبطن لكل الشرايين، لان ده لو حصل انسداد هنا هيعمل جلطات في القلب، لو حصل هنا يعمل ستروك، لو حصل في شرايين رجلين ممكن يعمل سداد في الشرايين، يعمل بطر للرجلين. فمهم جدا ان احنا نراعي الاندوثيليوم ونخليه هيلثي، وهتكلم في الاخر ازاي. عملت انا بولت بوينتس عشان ما ننساش حاجه، ليه محتاجين الارتفيشال انتليجنس؟ ليه الذكاء الصناعي؟ ليه محتاجين الذكاء الصناعي في هذا الامر؟ هينفعنا في ايه في القلب؟ كل المشاهدين طبعا بيسالوا يعني علاقة ده بالقلب. اللي بيحصل حضرتك ان احنا لما بنشوف البيشنت في الامرجنسي روم بيجي بهارت اتاك، يا اما بيجي بسادن ديث، يا اما بيجي بستروك. ف بنشوف العيان ونسعفه ونديه الادويه، وطلعت عندنا طبعا وير فيري لاكي، عندنا احسن ادويه واحسن بساطه واحسن دعامات، ولكن لازم نتاكد ان البروسيس دي ابتدت من 15 ل 20 سنه فاتت. والارتفيشال انتليجنس ويل هيلب اس تو ديتكت ديزيز ايرلي اون تو بريفنت. نمره واحد ان انت الارتفيشال انتليجنس ده بيخليك تتوقع وتتنبأ ان الراجل ده بعد 10 15 سنه ممكن يبقى عنده ازمه قلبيه. بالظبط. فمن هنا اهميه الارتفيشال انتليجنس تو ديتكت ديزيز ايرلي ان ذا بروسيس اند ريفرس ات. دلوقتي احنا عندنا مثلا انا كنت في كونفرنس في كولورادو امريكان هارت اسوشيشن، ودكتور باب فوجل ده الاثوريتي في الكوليسترول والليبيدز، وكان بيتكلم على الجديد في امراض الكوليسترول تصلب الشرايين، فكان بيتكلم على الكالسيوم سكور اللي هو بنقيس الكالسيوم في الشرايين التاجيه، ودي علامه من علامات هل في تصلب ولا فيش تصلب. وبعدين سالته في الاخر هاو اوفن يو دو ذس تيست، بتعمله على كل عيان؟ قال لي everybody that walks in with heart complaint. طبعا مش كل، مش ده الستاندرد، نشوف هو عنده القابليه انه يبقى عنده تصلب شرايين ولا لا. بالظبط. طبعا احنا ما نقدرش نعمل كده في الولاد الثانيه، لان الانشورنس دوزنت كفر ات، بس والعيان ساعات مكلفه. لكن هم طبعا عشان ريسيرش انستيتيوت دي كان افورد ان يعمل كالسيوم سكور، والكالسيوم سكور بالمناسبه اللي اكتشفه كان بيشتغل معايا في ماونت ساينا في ميامي، دكتور اجستن، واستمع باسمه دكتور اجستن سكور. ايه اهميه الكالسيوم سكور؟ بيشوف لك كل الكالسيوم في الشرايين التاجيه، فبيبقى علامه ان الراجل ده عنده استعداد
كبير يجي له يعني الكالسيوم يبقى زياده يعني، فهو ده اللي بيعمل التجلط. لا بدايه الاثيروسكليروزس اللي بتعمل بعد كده جلطه وهارت اتاك، او هنا يعمل ستروك او في الرجلين. وممكن احنا لما ايه فايده واحد بيسال طب ايه الفايده لما اعرف انه ممكن يجي بعد 10 سنين، ممكن نستعمل الميديسن ايرلي اون، هنديله مذيبات، نديله موسعات، فاديله مثلا دواء الكوليسترول لو لقيت فيه تصلب شرايين، لو فيه كالسيوم سكور عالي بديله دواء الكوليسترول تو ريفرس ذا بروسيس، علشان ما يجيلكش فجاه عنده الشريان انسد من الكوليسترول فيبقى في حاله خطر. واحنا عندنا من الاول احنا عاملين له ده، وعندنا ستاديز فيري سوليد ان الستاتينز اللي هي ادويه الكوليسترول ريفرس الاثيروسكليروتيك بروسيس، بدل ما نسيبه 10 سنين ويجي له هارت اتاك او ستروك، لا نبتدي بدري، نبتدي بدري نمنع البروبلم. وطبعا بنصلح الكواليتي اوف لايف، يستمتع بحياته ويشتغل وينتج اكتر من هو يعيا بعد 5-6 سنين ويقعد في البيت. ف this is one of the value of artificial intelligence. و حضرتك قلت ناو وتعجبني انت، مش بعد 10 سنين، ايه اللي ممكن نستعمله دلوقتي؟ فلو التو ديزيزز اللي هركز عليهم هي الارتفيشال انتليجنس بيقدر تو ديتكت لو هارت فانكشن، ده حضرتكم شايفين الهارت ماسل هنا، فبالارتفيشال انتليجنس ممكن اللي هو ضعف القلب، ضعف القلب ايرلي اون قبل ما احنا نشوف. فالناس تقول طب ازاي يعني؟ دي عايزه، عشان كده جبت الهارد موديل عشان الناس تتخيل. اللي بيحصل بقى ان في مرض اللي اسمه الاترفيبليشن، اللي هو الذبذبه في الخفقات في الاتريوم، اللي هي الجزء الاعلى من القلب في الرايت اتريوم ولا في اتريوم. و والاترفيبليشن ده تقريبا 10% من البيبل اوفر 60 هاف الديزيز، فايتس ريليتيفلي كومن. وممكن ايه خطورته؟ بيعمل جلطات في المخ، بيعمل غلطات في الرجلين، في اي حته ممكن يؤدي الوفاه. ف لما بنعمل رسم قلب عادي اللي هو الجهاز بقى له 100 سنه وبيران اوفرز الارتفيشال انتليجنس، بنقدر ان احنا تو ديتكت هل الراجل ده هيجي له اترفيبليشن في المستقبل ولا. يعني انت بتعمل له رسم القلب اللي هو الطبيعي اللي بنعمله بقى له 100 سنه زي ما حضرتك بتقول كده، وبعدين تاخد المعلومه ديت وتديها للكمبيوتر اللي عنده كل الداتا وكل حاجه بالزبط. فالكمبيوتر ده ممكن يتوقع ان الراجل ده ممكن يجي له مشكله في القلب بعد كذا سنه. ومهم قوي حضرتك ان في فرق ما بين الكمبيوتر العادي والارتفيشال انتليجنس. انت رحت امريكا وعملت رسم قلب، بيديك ترجمه اوتوماتيك يقول لك الكمبيوتر بيقول عندك كذا كذا كذا، ويجي دكتور يصلح يقول لك لا هو غلط او صح. لكن الارتفيشال انتليجنس از مور سوفيستيكيتد كمبيوتر، ولازم يعني الناس تعرف ان الارتفيشال انتليجنس ده عباره عن ايه؟ عباره عن اتس ليرنينج بروسيس تو ذا كمبيوتر، مجموعه من الدكاتره والكمبيوتر ساينتست والانجينيرز وماثيماتيشنز يقعدوا ويفيد الكمبيوتر بميديكال هو جوه المعلومات الداتا كلها، فيقدر يحلل الداتا دي من خلال معلومات كتير عنده. فمثلا يدخل thousands of data of ECG الاكس راي الكاس كان النبض الضغط، فاللي هو معلش انا اسف فاللي هو علشان الدكتور العادي يضطر يعمل ده عايز شهور ان هو ياخد الداتا اللي خدها من المريض العاديه ديت ويقارنها بكل الاشعاعات وبكل المعلومات وكل البيانات، عايز شهور. ده هتدخل له المعلومه هيقول لك البريدكشن بتاعته على طول. وبعدين الكمبيوتر في الاول مثلا ندخل رسم قلب ونقول للكمبيوتر قول لنا كفاءة عضلات القلب، يقول مثلا غلط الأول، لكن بالتريننج بيبقى أحسن من الدكتور ومش الدكتور العادي. ودي زمان كانت لازم تتعمل، مش زمان لغاية دلوقتي بتتعمل بالإيكو. الإيكو كويس أوي، وممكن تجيب 3 the best readers في العالم، واحد يقول لك 60% which is أيوة very طبعا. good، هقول لك لا دي 65، تقول لك لا 50. لا لا دكتور الإيكو ده بيبقى لازم عبقري يعني مش أي حد، مش سهلة. في انتر اوبزرفر فاريشن وفي انترا اوبزرفر، ممكن دكتور النهارده يقول لك كذا وتاني يوم عينه تشوف حاجه تانية. Exactly. ف you're more precise when you do artificial intelligence to exactly find out the exact numbers. طبعا الناس هتستغرب ازاي ازاي ده بيحصل، يعني ازاي بالذات ان الاتريال فيبريليشن الاغلب episodes of atrial fibrillation تبقى silent. يعني
واحد مثلا يجي بجلطه في المخ تعمل له رسمه نورمال، بينما هو كان عنده اتريال فيبريليشن قبل ما يحصل له الستروك، لكن انت يو سو هيم ات ذا تايم ما كانش في اتريال فيبريليشن، فتقول لك ده نورمال ما عندوش. لكن الكمبيوتر بالارتفيشال انتليجنس كان تيل يو ات هابن بيفور او ات هابن ليتر. طب ازاي؟ برضه يعني احنا يعني مش في القمر هنا. اتعمل ستاديز ولقوا ان اتس اول ستارت وذ انفلاميشن. يعني ايه انفلاميشن؟ اللي هي بدايه تصلب الشرايين. كل الناس اللي بتاكل سكر كتير ودهون ولحمه كتير ورز اللي هي الميدل ايست يعني بيحصل سيستميك انفلاميشن في كل الجسم، الشرايين والسيستميك انفلاميشن دي الاتش ام اللي هي الجزء الاعلى من القلب بيتحول من نورمال تيشو الى بيبقى في تشينج في الاركيتكتشر اوف ذا ماسل. يعني العضله بدل ما هي هيلثي كده اتغيرت. لما بيحصل دي في خلايا اللي هي بتاعت القلب لما يعمل رسم القلب ده بيسجل التغيرات اللي بتحصل في الفولت اكروس ذا سيل ميمبرين. فلما انا احط الرسم قلب بالارتفيشال انتليجنس بيقول لي دي خلايا طبيعيه والفولتج ده نورمال. لما بيحصل الميوباثي اسمها اتريال ميوباثي اللي هي تحولت من نسيج ربنا عمله نورمال الى ديزيز، الارتفيشال انتليجنس كان ديتكت التشينج دي وبيديني الايه الانذار، بيديك تشخيص ادق كتير من الطبيب حتى مهما كان الطبيب ده شاطر. يعني انت بتشوف الرسم قلب طبيعي، لا بيقول لك ان في تشينج لان العضله فيها تغيرات انت ما تقدرش تشوفها. وبعدين دي اثبتت، ممكن اقول لك ده يا عم الناس بتالف، لا عملوا بايوبسي خد بالك يعني دخلوا بعد كده عملوا تشريح دخلوا فعلا وخدوا عينات الذكاء الصناعي ده ما كانش غلطان ودخلوا خدوا بايوبسي يعني عينه من العضله ولقوا ان العضله دي غير العضله في الناس اللي ما عندهاش ايتروفيبليش. ف there is no question ان احنا will detect the disease early ونمنع major catastrophes ونصلح الكواليتي اوف لايف. الى اي مدى الموضوع ده مكلف؟ يعني استخدام، يعني مثلا النهارده انا باجي اعمل الريسيرش بتاعي بشويه دولارات قليله يبقى AI، مش يعني هل ده دلوقتي تطبيقه بقى سهل؟ وكده نرجع نسال السؤال اللي هيضايق الدكاتره كلها، هو دور الدكتور ايه؟ كويس، سؤال هايل. الريسيرش لو حضرتك عارف دلوقتي ان احنا نقلل الاكسبنسز، نقلل المصاريف. فديفنتلي يقول لك ايه، انا عندي الرسم قلب اللي هو ما قال له 100 سنه ده جهاز فيري تشيب، لما اركب عليه ارتفيشال انتليجنس بطلع حاجات ارخص من لما اعمل له الترا ساوند طبعا، وارخص من اعمل له كات سكان وادق. كفاءه القلب ممكن يجيبها من الايكو او الكات سكان، لا انا بجهاز بقى له 100 سنه حطيت له ارتفيشال انتليجنس اداني ادق من الالترا ساوند والكات سكان. طب ازاي برضه الناس، طب ازاي ادق؟ فلقوا الريسيرش اتعمل تاني ولقوا ان التشينجز اللي بتحصل على مستوى الخليه بتاعت الاتش ام وبتاعت الهارت ماسل بتسبق التغيرات اللي انا ممكن اشوفها بالالترا ساوند او بالكاسكان او ام ار اي. فده يعني في رايي معجزه طبعا، ان انت الارتفيشال انتليجنس بيقدر تو ديتكت ديزيز نجيب الانفورميشن قبل ما تقدر تشوفه على الالترا ساوند. وده بقى موجود في امريكا واوروبا ولا امريكا بس؟ لا هو الارتفيشال انتليجنس حضرتك اتس يعني التليفون اللي مع حضرتك فيه سم فورم اوف ارتفيشال انتليجنس فيتشر ريكوجنيشن. ايوه طبعا، لما تخش على جوجل بيعرف انت بتحب تسافر. ايوه طبعا الجوريزم الكلام. وي اول هاف سم فورم اوف ارتفيشال انتليجنس في كل اور ديلي لايف، موجود في اوروبا وفي الصين اكشلي فيري ادفانسد. في امريكا البست تو سنترز في Mayo Clinic and the Scripps Clinic they have very advanced standards، بس السوفت وير هينتشر all over the United States. انما هو دلوقتي امريكاني. That's true. امريكا بس اللي عندها ده. طب هنا برضو يجي ايه دور الدكتور؟ خلاص يعني انا ما عندي ازمه قلبيه، بدخل على الامرجنسي في المستشفى يحط لي البتاع يقول لي لا انا شفت حركه مش طبيعيه في رسم القلب بتاعك، دخلوه يعمل دعامه. هل ده بيوفر الدعامه بيخلي ولا يعني بتخلي الامور تتغير، ولا هو هنوصل نفس النتيجه هنخش نعمل الدعامه؟
لا طبعا لما حضرتك تو ديتكت ذا ديزيز ايرلي بتمنع ان توصل مرحله الدوعان. طبعا. فيو سيف مور لايفز اند ديكريز ذا اكسبنسز، وده الهدف من كل الريسيرش. ازاي النفقات ان انت ما توصلش مساله العمليه فيتصرف عليك كتير. وعلى عشان التامين الصحي. السكان ما شاء الله بيزيد كل سنه سواء في مصر او في اي حته، فازاي تقدر تركب دعامه كل البليونز اوف بيبل ليفينج اول اوفر ذا وورلد؟ خد بالك، ف تو ديكريز فيوتشر اكسبنسز يو هاف تو كم اب وذ تكنولوجي تو ديتكت ذا ديزيز ايرلي، وكل الريسيرش دلوقتي في البريفنشن اوف ديزيز. يعني حتى اللي عنده سكر بالك، فاقول لك اه ده السكر ده وحش وخد ادويه، ايوه عارفين، بس دلوقتي الريسيرش بيبص على الانسولين ريزيستنس اللي هي مقاومه الانسولين في الجسم قبل ما يجيله السكر. الراجل ده هيجي له تايب 2 او تايب 1. اه وبالذات ركز على تايب 2 اللي هو في مور تايب 1 مور جينيتك. اه طبعا. لكن تايب 2 هيوصل الفينجر ستيك، تعمل فينجر ستيك يقول لك الانسولين ريزيستنس عندك عالي وابتدي اعالجك قبل ما يجي لك السكر. خد بالك ده كل ما زاد كل ده بيوفر مجهود وتعب وفلوس. اه وبعدين الفاليو اللي حضرتك سالتني الدكتور هيعمل ايه؟ لما بديله انا كل الداتا دي، يعني مثلا في الفيوتشر مش بيحصل دلوقتي، مش الفيوتشر في ذيس اكاديميك سنترز، بتيجي البيشنت يقعد مع النيرس وبتاخد المعلومات كله طبعا على سنه وجالك او بتاخد ادويه ايه. everything is typed while he's talking to her. في فري بورد ليبريشن عبال ما الدكتور بيتنقل من سوري بيشنت نيم من عند النيرس للدكتور، الدكتور بيفتح الكمبيوتر يلاقي اوريدي نوت في معلومات كتيره جايه ومتحللها، فبدل ما هو يكرر تاني. حضرتك اكيد يعني بتشوف اه طبعا ال 50 واحد بيسالك نفس الاسئله، فانت عندك كل انفورميشن، الدكتور بيشوف كل انفورميشن فرونت اوف هيم، وكمان وات سجشن ذا كمبيوتر ريكومند بس واحد حاجه. فبالتالي الدكتور بيركز اكتر انه يكلم البيشنت وياخد معلومات اكتر منه بدل ما يضيع الوقت في انه يعمل تايبنج. فطبعا البيشنت بيتبسط والدكتور بيستفيد اكتر، والدكتور بيشنت ريليشن تبقى سترونجر اند مور سترونجر ذان ذا بيتر اوتكم تو ذا بيشنت، وبياخد مرضى اكتر بلا جدال. الوقت بالظبط. يعني افهم من كده انه الاي اي ده بيعمل ما اللي احنا بنسميه في بالشكل الدارج يعني مناظره الحالات. That's true. إن هو أنا دخلت لي المعلومات دي، فالمعلومات ديت الاي اي عنده بقى 40,000 حالة قبل كده جاله من الكلام ده، فبيقدر يقارن وبعدين يقول له الراجل ده وضعه عامل ازاي. بالظبط. بس هي زي ما قلت لحضرتك هو ثلاثي التو مين فورمز اوف هارت ديزيز اللي هي البور لفنتركلر فانكشن لما عضلات القلب بتقل، والاتر فيبريليشن لما انا بالارتفيشال انتليجنس من غسل القلب بعرف ان الراجل ده الليفنتريكولار فانكشن از بور، اقدر ابتديه على ادويه early on to prevent it from progression. وفي دلوقتي يعني we have great medicine that really can reverse this process. طبعا. لكن لو استديت too far ممكن تعمل له sudden death، العيان يموت وانا ما اعرفش مات من ايه. There is no way it will save life and prevent future expenses down the line. طيب ده قبل، وطبعا ده دلوقتي فتح عظيم جدا ورخ. اللي عنده بقى بيفيده ايه الاي اي؟ يعني دلوقتي حد جات له جلطه فعلا، حد عنده سكر فعلا، ده يفيد في ايه بقى الاي اي بالنسبه له؟ لان انت اغلب الناس اللي بتتعامل معاه جزء كبير منهم هم مرضى بالفعل خلاص. بالظبط. الاي اي دلوقتي مثلا في يونيفرسيتي اوف ميامي وي هاف اي اي في تشخيص الكورونري ديزيز، ازاي الكات سكان اللي هي موجوده في كل مصر الأشعة المقطعية اللي بتشخص الشرايين موجودة في كل الناس بتشوفها. في اي اي تركب على الكاس كان اللي هو اسمها اف اف ار، اي اف اف ار مش بس بشوف الضيق، اعرف القيمة الفسيولوجية في الضيق ده ايه. فدي بقى مور بريدكتبل واكستريملي بريدكتبل، اللي بيعمل قسطرة وحط واير وبيقيس القيمة الفسيولوجية بدل ما نجيب دكتور ويقيس، لا انا الكمبيوتر بالاي اي بيديني نفس النتيجة. فيبقى الدكتور يعني عنده رود ماب. يبقى عنده رود ماب. وبعدين في يونيفرسيتي اوف ميامي برضه عندهم ديجيتال تكنولوجي which is very unique برضه، جروب اوف ساينتست كمبيوتر ساينتست، and they came up with something called digital twin اللي هو بياخدوا صورة من الكورونريز وبعد من الشرايين فيجي الدكتور يعمل قسطرة ويبقى عنده رود ماب يحطها على this form of digital twin، وبيطلع له three dimensional image the what suggested stents
نستعملها. هو الاي اي يقول له هتستخدم اي نوع من الدعامات؟ والتايب في البالون احسن، واحد ولا اثنين؟ هنعمل له بالونه ولا هنعمل له دعامه؟ والدكتور ياخد الانفورميشن دي ان هي اكت از ا رود ماب فور هيم، يعملها في ربع ساعه. فذير از نو كويشن ان انت بتاخد التكنولوجي يو نوت جونا ريبليس ذا دكتور نيفر. ما هو القرار بتاع الدكتور في النهايه يعني. بس يو ويل جايد ذا دكتور وذ بيتر انفورميشن and easy decision making from extensive research. امتى نلقى الكلام ده يعني خلاص normal practice في العالم؟ قدامه كم سنه يعني؟ في some centers وحضرتك قلت في University of Miami و وسكريبت كلينكس every day they have everybody using this technology. بس it's gonna spread all over the United States and it's gonna save really a lot of expenses unnecessarily. Okay. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. واحنا عارفين عندنا في مصر طبعا امراض القلب وامراض الشرايين والسكر والضغط ضخمه وكبيره، فهيبقى يعني شيء، والحاجات دي بتنتشر بسرعه جدا يعني، ممكن في ظرف 3 4 سنين نكون شايفين ده في كل حته في العالم. اركز لحضرتك على نقطه اخيره لو في كلامي. اتفضل. ان في رايي ان الوقايه خير من العلاج بلا جدال، وان unfortunately التوعية للناس مش كفاية. يعني انت حضرتك فتحت التلفزيون لقيت برنامج كيف تكون صحيا وتلعب رياضة وتاكل هيلثي، لا تفتح تلاقي ماكدونالد برجر كينج كله اكتر، وممكن واحد بيبيع 10 وجبات وعشان تغس كله كوميرشال، لكن ما فيش اي تركيز على الوقاية. فلو الناس فهمت ان the most important organ really في جسمنا هو الاندوثيليوم، هو الغشاء المبطن لكل الشرايين في كل الجسم. وان الغشاء ده لو صحي بيطلع النيتريك اوكسايد، النيتريك اوكسايد ده بيوسع الشرايين ويزود كميه الدم اللي في هذه الشرايين، فبيمنع تصلب الشرايين. فلو كنا هيلثي فود، واتعمل ستاديز اول اوفر ذا وورلد، مين الناس اللي هم عندهم صحه احسن وبيعيشوا اطول؟ دي اتدرست اوريدي وكان مالتي. بس هو يا فندم القضيه انه الاكل اللي مش هيلثي ده ممتع اكتر. That's true. لكن لو ان اصح ناس في العالم واللي بيعيشوا اطول في جزيره اوكيناوا في جابان، فراحوا هناك ودرسوا طب ليه يعني بياكلوا ايه دول؟ سمك. فسالوا بقى الجراند جراند ماذر اللي هي بتطبخ للاحفاد الاحفاد، قالوا لها انت بتعمل ايه؟ قالت لهم انا باكل من الجاردن، كل حاجه ناتشرال اورجانيك. كل حاجه، ومفيش بقى اللحوم كل يوم و وبط والكلام ده مش موجود. دومش بط. فبيبل اتس اول وات يو ايت، يو نو يو كانوت بي هيلثي اند ايتينج باد تايبس اوف فود. بعدين لازم تلعب رياضه كل يوم تو مينتين الاندوثيليوم هيلثي عشان نمنع كل دي داون ذا لاين، لان في ايجينج بروسس. يو هاف تو ريفرس ذا ايجينج بروسس بالديلي اكسرسايز، وتبقى اولويز هاف ذا بيست اندوثيليوم تو هاف ذا بيست كواليتي اوف لايف. دكتور صلاح عامر بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما قلت لحضرتك احنا فخورين ان احنا عندنا علماء زي حضرتك موجودين في هذه المراكز، وبنحاول بكل فرصه حضرتك تبقى موجود في مصر ان احنا نقول للناس ايه الجديد وايه اللي بيحصل في العالم. شكرا ليك. ثانك يو فيري ماتش. شكرا. فرصه سعيده.